اندرمان اكو هناك يعني في جامع صغير لحمد النيل. حمد النيل هو احد الصوفيين بالقرن التاسع عشر اللي يتبع الطريقه الصوفيه اللي يعني طريقه عبد القادر الجيلاني، فهم يسموها الطريقه القادريه العراقيه. هذول طبعا يعني انا من اول ما شفتهم وشفت الرقص يعني بشكل لا ارادي مسكت الكاميرا وبديت اتصور، يعني أثر بي بشكل يعني كبير كثير. يعني فتشايفت عالم غريب، ثقافتين، هي الثقافة العربية والثقافة الأفريقية، خليطة في طقس ديني، هو رقص بس رقص من نوع آخر. كان بالنسبة لي اكتشاف انه الاسلام المدني المغيب عندنا، الاسلام اللي يمتلك قيم التسامح. يعني هنا تشوفين وحدة غريبة من نوعها بين الناس، هذا الجمال، هذه الالوان، هذا الرقص، الموسيقى، الطبول، الفرح، يعني احتفال بالحياة. وهذا هو الاسلام المغيب يعني عن كل وسائل الاعلام. فأنا كنت حاب أسوي فد شيء وأشوفها للعالم وأقول لهم يا ناس ترى إحنا مو بس تيرورست، يعني إحنا مو بس علينا صفة إنه كمسلمين إنه نقتل ونضرب ونذبح وكذا، إحنا عندنا همين عالم روحي. إحنا في زمن يجب أنه قبول الآخر، يجب حب الآخر، يجب أنه والرقص والفن والدين هو يوحدنا أكثر مما يفرقنا. يعني هذا الشيء اللي ردت أقوله. بس هنالك أكو شيء متعة، يعني أنا من شفتها تمتعت، وبنفس الوقت أريد أنقل هاي المتعة إلى المتفرج، يعني مو بس رسالة ومو بس مسج، وإنما كذلك أنه نتمتع بالأشياء اللي نشوفها، الأشياء الجميلة. يعني هنالك صورة مشوهة للمسلم المعاصر اليوم، مو بس العنف تقدر توصل إلى الرسالة تريدها، ممكن بالحوار توصل، ممكن إنه أنت بالفن توصل، ممكن يعني أكو طرق عديدة لأن توصل المسج مالك. الإسلام قابل لأنه ممكن أن تشوفيه من وجهات نظر مختلفة. إحنا خلينا نشوفه من الجانب الإيجابي، خلينا نشوفه من الجانب اللي يفتح لنا نافذة على الآخر، نتفاهم وياه ونلتقي به، نلتقي على الإيجابيات اللي تجمعنا مع الأديان الأخرى، بدل مما نبحث عن مبررات لتدمير الآخر ونخلق العداء ونخلق روح الـ يعني روح المعادية عند الآخر.